يبدو أن العام الجديد لم يحمل معه أخباراً جيدة للعملة الروسية، فقد فقد الروبل ما يقارب 5% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، فيما انخفض سعر بترول البرنت إلى 55 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ شهر مايو أيار 2009. يذكر أن العملة الروسية فقدت حوالي ربع قيمتها أمام الورق الخضراء هذا العام، وهذا بسبب انخفاض أسعار النفط وكذا العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الغرب على روسيا النتيجة عن الأزمة الأوكرانية.